لسه مكملين معاكم داخل مهرجان العالمين، ولكن المرة دي احنا في مكان مختلف. احنا في نورث سكوير، والحقيقة انا معايا ضيفين من اهم وانجح الضيوف الموجودين، واللي طبعا اكيد شاركوا في بناء المكان الرائع ده داخل مدينة العالمين الجديدة. معايا الاستاذ جورج متري رئيس مجلس الادارة، والاستاذة ملك العشيري وهي العضو المنتدب. اهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا، مشرفينا في العالمين وفي نور سكوير مول. ثانك يو. احنا عايزين نتكلم على مهرجان العالمين، ايه رايك في مهرجان العالمين وخصوصا التغطيات والفعاليات اللي بتحصل؟ احنا كل يوم بيبقى عندنا حاجه جديده، بيبقى عندنا مسابقات، بيبقى عندنا حفلات غنائيه فيها كبار نجوم الفن والغناء في العالم العربي. طبعا هو حاله فنيه وثقافيه مهمه جدا، بدتها الشركة المتحدة من السنة اللي فاتت في النسخة الأولانية لمهرجان العالمين، وكنا برضو شركاء فيها بنورث سكوير مول كمكان بيقام فيه معظم الحفلات أو معظم الفعاليات للمهرجان ككل. والسنة دي إن شاء الله برضو نفس الشراكة ممتدة مع الشركة المتحدة، وعندنا هنا هو غير الحفلات عندنا أنشطة رياضية مختلفة زي الام ام اي. في أول الشهر عندنا حفل مفروض يعني خليها مفاجأة لما المتحدة تعلن عنه من كبار الفنانين والموسيقيين المصريين، فهي حالة زخم، حالة فيها سعادة، فيها بهجة، فيها ترفيه، فيها إن العالمين بنقول للدنيا كلها العالمين نورت بكل السكان اللي موجودين فيها على وشك خلاص استلام الشقق بتاعتهم والبيوت بتاعتهم، فخلاص هي مدينة حية وهتستمر 12 شهر في السنة، مش مجرد مدينة ساحلية لثلاث شهور الصيف فقط. مستر جورج، احنا يمكن المرة دي بنشوف مهرجان العالمين بشكل مختلف، يعني بنشوف فعاليات مختلفة، ايه المختلف المرة دي وايه الجديد اللي هيتقدم يعني من خلال برضو هنا نورث سكوير او المسرحيات اللي بتتعرض والحاجات دي كلها عن النسخة اللي فاتت؟ بصي، ترويج المدن السياحية عموما في العالم ده اسلوب كامل بياخد الجانب الثقافي وجانب التعليم والجانب الترفيهي والجانب الرياضي، والميكس ده دايما هو اللي بينجح اي مدينه سياحيه. خدمه الرواد من الكوميرشال ديستنيشنز، من المطاعم، من اماكن السهر، من الحفلات، من الزخم اللي موجود في الشوارع، من الدعايه، من الاعلان، من الكلام ده كله، هو اللي يقدر يرفع مدينه العالمين انها تكون واحده من المدن الساحليه السياحيه العالميه وذن الخطة السياحة العالمية. وده اللي بتعمله الشركة المتحدة مع الشركاء هنا. الشركة المتحدة السنة دي عملت فكرة عبقرية، وهي إن هي عملت شراكة استراتيجية مع كل مقدمي الخدمات اللي موجودين في المدينة. هي عملت مثال ناجح لشراكة القطاع الخاص مع الدولة، في إن كل شركة من القطاع الخاص تعمل حاجة اللي بتقدر تعملها وبتقدمها، والدولة بتدعم ده علشان تطلع بمدينة من مدن الجيل الرابع فعلا، تبقى مدينة 12 شهر، مدينة جديدة، مدينة يعيش فيها جزء كبير من البوبيليشن. الحمد لله، يعني دايما بتبقى المعادلة الصعبة الخدمات الأول ولا السكان، ولا السكان الأول ولا الخدمات. الحمد لله ان احنا النهارده وصلنا ان مدينه العالمين اثبتت ان مجرد ما الخدمات بتبقى موجوده، مجرد ما الترفيه بيبقى موجود، مجرد ما الدعايه بتبقى موجوده، مجرد ما السكان بيتهافتوا على الوجود في المدينه. معاكم النهارده داخل النورث سكوير وفي مهرجان العالمين، واستنونا لسه في مفاجآت تانية اكتر، فعاليات تانية اكتر، ومسابقات ومسرحيات، حفلات فنية وترفيهية وثقافية وغنائية فيها كل كبار النجوم وكل فناني العالم العربي والمصري كمان. استنونا والعالم على مين.